هلأ فينا نشرب على رواق. برأيك أنا قدراني هلأ أشرب قهوة؟ إيه والله، ملك خلت جو هالقصر كله معكر. لا تزيدي على قلبي ليلى، خسارة ابني حرقت لي قلبي أصلاً، ماني قدراني أفكر. روح اشربي قهوتك مع حدا تاني. مرحبا، ما كون عم ازعجكن. اذا بدك ملك مانا هون. هيك لكان، انا اجيت لذكرها بموعد معاينة زهرة. اما رح تاخدها بعد الظهر على المستشفى. عم تشربوا قهوة؟ بما اني اجيت لهون رح اشرب معكن، بس ممكن تعملي لي فنجان إلي؟ ايه طمنيني عنك زمرد خانو. شي حلو، ما كان ناقصني غير الدكتورة والقهوة تبعها. قلنا لملك مانا هون، ليش قعدت بلطت؟ ما عم افهم. ما صح اللي اجي واطمن عليكي. يعني كيف بدك يعني يكون وأنا قلبي محروق على ابني؟ زمرد خانو، رح أعطيكي شغلة بس ما لازم حدا يدرى فيها، وعديني بهالشي. وليش بدك يعني ما أحكي؟ لو سمحتي حاولي تضلي هادي. اقري الرسالة اللي جواته. لما بتشمي ريحتي رح تعرفي انه ابنك لسه عايش. انا ما متت، نصبوا لي فخ، نجحت اني اهرب واجي من العراق لهون. زينب خانو هي اللي رح تجيبك لعندي، ناطرك بفارغ الصبر امي. منشكر الله ومنحمده. ابني عزت ضناي عايش، نشكر الله ونحمده. ابني عزت لسه عايش. خالي زينه، اجيتي لتشوفي امي ما هيك؟ زهره جيبي لي الشال من غرفتي لاني بردت. يلا بنتي. عم شوف منام هيك، هي حقيقة. إذا بتحبي فيني أخذك لعنده فوراً. يلا. شو القصة؟ بتعرفي حالك مستعجلة، ليش خليتيني أعمل لك قهوة؟ لا تأخذيني، اتصلوا من المستشفى وبدهم ياني أجي بسرعة. أنا رايحة مع الدكتورة، بلكي بغير جو شوي. زمرد خانم والخالة زينب وين راحوا؟ شو بيعرفني؟ طلعوا حتى من دون ما يشربوا قهوة. خير زهرة، أنت لوين رايحة؟ بدي أتمشى شوي. لا، عدنان آغا قال ما بيصير تطلعي من القصر من دون ما تاخذي إذنه. يلا بوعدك عمو رستم، رح روح وارجع فورا. ما بيصير، لا تترجيني على الفاضي. يلا يلا زهرة، يلا. انت اعصابك باردة كتير كتير يا سيدي. انت عن جد ترين لك؟ اهلك ما علموك انه ما بيصير تحكي وتمك مليان؟ بيبلعوا بعدين بيحكوا العمى. لك يا ابن العم، الانتخابات قربت،
وانت لهلا ما اخذت قرار نهائي بموضوع زواجك. المواطنين بيحبوا انه يشوفوا قدام الرئيس بلديه متزوج ومستقر. اها انت قلت بعضبط لسانك بيحبوا، بس انا شو طالع بايدي اعمل يا استاذ؟ قدمت لفاطمه قالت مستحيل، بس قالوا لي روق ناطرين كلمه الست لورين خانوم والخبر الاكيد منها، واذا هي ما حكت شيء شو بعمل يعني؟ لا اله الا الله، عم تدلع علي. والمثل شو بيقول لك؟ اللي ببيت اهله على مهله. بس هاي فاطمه خانوم مفكره حالها بنت السلطان، لازم يردوا لك خبر بسرعه. لك نحن ما عنا وقت، لازم انت تضل وراهن وتعرف جوابهن. ايه شو بدك يعني اعمل اذا قالت لي ما بدي؟ ما بدها تتجوز؟ لا نو نو. اوه انت ما بتعرفهن بلغه النسوان، اذا الوحده قالت لك لا بيكون قصدها ايه؟ ما بتعرف المعلومه؟ لا اصلا مرشح مثلك على سن ورمح لمجلس البلديه ولقائد مسيره الاهالي، مين بيقدر يقول له ما بدي؟ ما حدا بيطلع له ابدا. ما حدا بيقدر طبعا. بس فاطمه طلع له. ولك هي بالغلط، يعني بالعكس، مو قلت لك انه بلغه النسوان كل شيء بالعكس؟ لان هرموناتهم تشتغل بشكل عكسي. خلص خلص امشي، انا على الطريق بشرح لك. امشي. عندي ستي بترجاكي، يلا رجعي على القصر. انت تاج على راس كل عائلتنا، وانت الدواء لجروحنا. لا تزعلي مني ستي، انا ما بقدر ازعلك بنوب. انا ومرتي ملك اجينا لعندك نبوس ايدك وناخذ رضاكي. لا هلا ولا باي وقت تاني ما رح ارضى عليك ابدا يا عدنان. ما رح تاخذوا رضا طول ما انا عايشه. وانتي قديشك وحدة وقحة، ما عندك ذرة شرف واخلاق. لسه ما نشف التراب فوق قبر عزات. وتجوزتي عدنان، روح حفيد عزات، ما رح تعرف طعمة الراحة بالقبر. وانت طول مالك عايشة ما رح تذوقي طعم الراحة والهنا. جبت لك يلي طلبته. شكرا كثير، يسلموا. انا رح شوف نرمين. ابني عزت، لا يغرك النفس اللي عم يطلع. اليوم اللي خبروني انك متت روحي ماتت معك. حسيت حالي خسرت حياتي، بس بشكر الله انه رجع لي اياك سالم. امي لا بقى تبكي، ليكني عايش. قالوا انك تورطت بشغل المخدرات. ستك لورين ما قبلت انها تخبر اهل الضيعه باي شيء، حتى ما خلوني احزن عليك مثل العالم. نصبوا لي فخ بالعراق. بس يا امي انا ما كان لي علاقه فيهم، انا بريء.
ورح ضل وراهم لأكشف الحقيقة. بس هلأ ما بدي حدا يعرف إني عايش. اتفقنا؟ يا روحي.